خليك هنا يا عروي على البايخين اللي في بلدنا يما. البلد اتملت بايخين يا جدعان، والله العظيم مش عارفين بيجوا لنا منين وبيطلعوا لنا منين. نعمل ايه مع البواخه؟ البواخه بقت محوطانه من كل ناحيه، نخلص من البايخين ازاي؟ يعني نطلب من الدوله تعمل لنا مباحث للبواخه؟ اه والله، اول ما تشوف واحد بايخ الو مساء الخير يا فندم، مباحث البواخه الله يخليك، اكلم مباحث البواخه الله يكرمك. مساء الخير يا فندم، والله عندي ناس بايخه عايز ابلغ عنهم سيادتك، والله الله يخليك، شكرا. شو ها شكرا يا فندم. قال لي اقفل يا بايخ، مش عارف اعمل ايه يعني.